اكثر من 60% ديال فرص الشغل كدوز اترافير لا ريكومونداسيون. اغلب لي زوبورتونيتي دو بيزنس كيتبنى الاساس ديالهم من مور ستاد العشيه. الا كنتي كتقلب على خدمه او عندك اون انتربريز وعندك مشكل مع لو كود بيستون، هاد الفيديو هذا ليك. فاش شي واحد كيهضر مع شي واحد باش يوصي على شي واحد يخدمو غير حيت تعرفو، فهذا تيتسمى ان كود بيستون. ولكن فاش شي واحد كيهضر مع شي واحد تعرفو في الريزو ديالو وتيقول له واش كتعرف شي واحد لي كومبيتون في واحد الدومين اكس راني تنقلب عليه، هذه سميتها لا ريكومونداسيون او بلغه اخرى بيستون حلال. حيت من الاخر باش ما نكونوش رومانسيين، انت ولا انتي الا كانت عندك الشركه او الا كنتي خدام في الشركه وتحطات واحد الفرصه ديال عمل عندك في الشركه او لا في الشركه اللي انت خدام فيها، غادي تفكر في الناس اللي قرابين ليك، صحابك او عائلتك وعندهم هذيك لا كومبيتونس. بيان سور هنا ما تنهضرش على الدوله، لان في الخدمه مع الدوله من حق كل شيء يخدم فيها، حيت الدوله هي ملك لنا كاملين. ولكن في البريفي هو سوق حر، كل واحد يخدم اللي بغى. المهم هو انك الا خدمتي لي بون بيرسون الشركه تطلع، الا خدمتي ناس جوست سور لا باز دان كود بيستون الشركه ديالك هي اللي كطيح. ومني وجبد الا وصاني شي واحد انني نروكوموندي ليه ان بروفيل وصيفط له شي واحد غير حيت تنعرفو ما خدمش مزيان، الصوره ديالي غادي تطيح عند ديك لا بيرسون وما عمرو غادي يعاود يعيط ليا، والصوره ديالي مهمه عندي. وفي هذه الحلقه ديال اليوم غادي نتعلموا كيفاش نخلقوا واحد شبكه ديال العلاقات اللي تقدر تنفعنا، سواء باش نلقاو خدمه اولا بوغ اون اوبورتونيتي دو بيزنس الا كنا في عالم المقاوله. فالنوع الاول هو ريزوتاج كلاسيك اولا تراديسيونيل اللي كنتلاقاو فيه الناس في الواقع، والنوع الثاني هو النيتوركين اونلاين اللي بسط وسهل الامور على بزاف ديال الناس اللي عندهم صعوبه انهم يمشيو يتلاقاو الناس لاول مره ويتعرفوا عليهم ويخلقوا معاهم علاقات ويدخلهم عندهم في الريزو ديالهم. فباش نديروا ريزوتاج كلاسيك، يا اما كنديروا بروفوكي بريباري، يعني كنمشيو لان ايفينمون وحنا في نيتنا اننا نتلاقاو الناس نتعرفوا عليهم نخلقوا معاهم علاقات ناخذوا لي كوردوني ديالهم. والنوع الثاني هو اللي كيجيب فرص كثيره واللي ما كردوش ليه البال، اللي هو سبونتاني، كنكون غادي في التران وحدايا ناس وكنقول انني ما كاينلاش نهضر معاهم واش غادي ندير بهم فاش غادي ينفعوني، الوغ كو ممكن في هذوك 6 الناس ولا 8 الناس اللي معاك في الكومبارتيمون ممكن تخلق واحد العلاقه ولا جوج اللي ممكن وحده فيهم تقدر تغير الحياه ديالك. وفي الريزوتاج اونلاين كاين عاوتاني جوج ديال المراحل. المرحلة الأولى هو لا ريبيتاسيون ديال أنني كنبني واحد لو بروفيل أونلاين باش السمعة ديالي الإلكترونية كتكون متحكم فيها، يعني ان الصوره ديالي اللي كنديرها مزيانه، المعلومات كنكتبهم بطريقه مزيانه، كنحاول ما نغلطش، كندير جامل لي باج المزيانين باش يشوفوني الناس اشنو كنشوف، كندير عاوتاني كومونتير لدي بوبليكاسيون شي حاجه اللي في الدومين ديالي اولا شي حاجه اوموا اللي كتحترم الصوره اللي انا باغي نديكاجي، مرورا عبر لي بوبليكاسيون اللي كدير اي انسي دو سويت، كسوا في فيسبوك انستغرام لينكد ان تويتر وفي كاع لي ريزو سوسيو اللي كاينين. ومن مور لا ريبوتاسيون كنهضروا على لو فري نيتوركينغ ديال انني في لا ريبوتاسيون كنبارطاجي ان كونتوني تيجيب ليا واحد الناس اللي هما انتريسي بيا، ولكن لو فري نيتوركينغ هو انني انا كنمشي نقلب على الناس اللي انا انتريسي بهم. دوكو هنا كنمشي نقلب في لي فوروم في لي جروب فيسبوك اولا في لي كونتاكت ديال لي كونتاكت ديالي، من نيفو ديال الغولاسيون للنيفو الثاني للنيفو الثالث مرورا عبر الاشخاص اللي كنعرفهم. فباش نديروا هاد النيتوركين بطريقه اللي غتعطينا ان ريزولتا مزيان، خصنا نحترموا واحد سبعه ديال حويجات صغيورين اللي وانا كنبني شبكه العلاقات ديالي ناخذها بعين الاعتبار. اولا ما خصكش تغيب بزاف. فاش كنهضروا على الي ا دي زيفينمون او لا بارطاجي شي حاجه في فيسبوك انستغرام او في لينكد ان، الهدف هو انني نبقى دائما في التوب مايند، ان فين ما يبغيو يفكروا الناس في شي واحد اللي في التخصص ديالي يطيح لهم في بالهم انا الاول، لان دائما تيشوفوني تيسمعوا بيا او لا كنتواصل معاهم. الحاجه الثانيه كن دائما انت هو انت حيت غتعيا الا كنتي كتمثل واحد الدور اللي ماشي ديالك سور لو لون تيرم. كون حقيقي وكون صريح وما تكذبش في الهضره اللي غتقول، ما تكذبش في العلاقات، ما تكذبش في لي كومونتير، قول داكشي اللي خصك تقول، اي بيان سور ما تقولش كلشي. الحاجه الثالثه هو انك تسمع
كثر ما تهضر، حيت الناس كاملين تيعجبهم يهضروا. دونك فاش كتدخل في علاقه مع شي واحد لاول مره ولا في المرات الاولى وكتخليه يهضر اكثر من اللي هضرتي انت، كيحس بالراحه معاك وتيقول هاد السيد ولا هاد السيده نبغي نتلاقاه ونبغي نبني معاه علاقه حيت ارتحت معاه. الحاجه الرابعه هو انني نبني علاقاتي على العطاء، انني نعطي اكثر ما ناخذ، وانني نعطي 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 نعطي، عاد ممكن من بعد انني نطلب في واحد العلاقه انني نستافد من شي حاجه. وهذيك الحاجه اللي تقدر تكون غير معلومه، تقدر تكون ان نيميرو تليفون، تقدر تكون اون اوبورتونيتي. الحاجه الخامسه لونغ تيرم بروسيس، يعني ندخل في علاقات اللي انا باغي نبنيهم على 5 سنين 10 سنين 20 عام. ما كندخلش في علاقات كناخذ النمره ديالك اليوم غدا كنقول لك سلفني، كندخل معاكم كونيكسيون فيسبوك اليوم غدا كنقول لك عافاك السي في ديالي صيفطو لكاع الناس اللي كتعرف. حتى واحد فينا ما كيبغي هذا النوع من العلاقات، وانت ولا انت من بابي اولا. الحاجه السادسه هو انني نقلب على لي بوين اون كومون بيني وبين دوك الناس اللي غندخل معاهم في علاقه، يا يعني اما اننا من نفس المدينه، عندنا نفس الميول، نفس لاج، نفس التخصص، قرينا في نفس المدرسه، فيما تيكون واحد الموضوع اللي كيقدر يسهل لا كومونيكاسيون بيني وبين داك الشخص اللي بغيت ندخلو للريزو ديالي، كل ما كتكون العلاقه سلسه وسهله وما تيكونش فيها التصنع. لان ملي كنبداو نهضروا انا وياك على الرجاء والوداد، البارسا والريال، على الديزاين، على ستارت ابين، على التيديكس، على اي حاجه، كنلقاو سهوله اننا نهضروا مع بعضياتنا حيت حنا بجوج باغيين نهضروا في هذاك الموضوع. والحاجه السابعه والاخيره كول تو اكشن، فاش كنتلاقى شي واحد في ان فوروم دائما ما كنساليوش على بسلامه، كنساليو على بسلامه راه غنصيفط لك هذاك البي دي اف، بسلامه المهم راه السيمانه الجايه راه غنكون في ليفيرمون الفلاني. دائما الكول تو اكشن باش كتسهل عليك البروسيس ديال انني ملي غنصيفط له الميساج المره الجايه ما غتجيش غريبه، فاش انني بالليل غادي نهضر معاه في واتساب غتجي انها لا سويت ديال واحد الحاجه بدينا نهضروا عليها قبيله. دونك سلاسه لا غولاسيون مبنيه على هذوك سته الاشياء اللي هضرنا عليهم في الاول، مي سورتو سورتو على الكول تو اكشن. فكما لاحظتوا على عكس الكود بيستون اللي ساهل وايميديا، لو ريزولتاج صعيب وطويل. داكشي علاش كيخصنا ندخلو في ان بروسيس دو ديفلوبمون بيرسونيل اي بروفيسيونيل باش انني نقدر ندخل اون كونتاكت مع الناس. كيكون عندي في لاجندا ديالي شنو هما لي زيفينمون اللي خصني نمشي لهم، شنو هما لي جروب فيسبوك اللي خصني نبقى ندخل لهم او موان مره في السيمانه ونشوف الناس وندير جامل كيلكو كومونتير ديال واحد الناس اللي ممكن من بعد ندخل معاه اون غولاسيون. كلشي مبني على العلاقات لي كونيكسيون. اي بيان ايفيدامون كاين اللي غيعطيك معلومه، كاين اللي غير غتبقى تتبعو غتانسبيرا منو غتموتيفا، كاين اللي غادي يعطيك واحد النيميرو تليفون، كاين اللي غيفتح لك باب، كاين اللي غتشوف عنده لوفر دومبلوا في البروفيل ديالو. كل واحد غادي تاخذ من عنده شي حاجه، ولكن انت ما تفكرش في الاول شنو غتاخذ مع الناس هادو، فكر شنو نقدر نعطيهم باش ندخلهم عندي في الريزو ديالي تولي حاجه زوينه ليهم هما. نتمنى هاد لا فيديو تكون عجبتكم، الى عندكم ملاحظات، الى عندكم اشياء تضيفوها للموضوع، الى كنتو مع او ضد بعض النقاط جاوبوني في لي كومونتير، نتواصلوا باش نستافدوا مجموعين. الى عندكم اقتراح ديال المواضيع بغيتونا نهضروا عليها في الديفلوبمون بروفيسيونيل اقترحوها حتى هي. ما تنساوش انكم تابوناو في لاشين يوتيوب، تبارطاجيو هذا الفيديو مع الناس اللي انتريسي، ونتلاقاو في فيديو واحد اخر من هنا الفيديو الجاي. تهلاو فراسكم.